الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: الجميع يعرف عن شدة حرمة هجر القرآن الكريم فوق 3 أيام ولا خلاف فيه، ولكن يا شيخ السؤال: أنا أحفظ من القرآن وأقرأ القرآن أوقاتا بيني وبين نفسي دون الإمساك بالمصحف لأني أحفظه بقلبي، سؤالي: هل يجزئ حفظي ولا أكون بذلك من الهاجرين للقرآن أم لا؟ وكذلك تقول الأذكار الصباح والمساء أقرأها أقرأ من خلالها بعض الآيات، فهل أيضا هذا يخرجني من هجر القرآن أم لا بد من إمساك المصحف والقراءة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: لا يدخل الإنسان في مسمى هاجر القرآن إلا إذا هجر عدة أمور. الأمر الأول أن يهجر تلاوته نظرا أو حفظا، بمعنى أنه لا يتلوه بلسانه مطلقا، لا على وجه الحفظ ولا على وجه النظر في ورقة المصحف. فإذا لم يقرأ الإنسان شيئا من كتاب الله عز وجل زمانا طويلا فإنه يعتبر هاجرا لكتاب الله هجر تلاوة. الثاني أن يهجر قلبه تدبر القرآن، بمعنى أن يقرأ القرآن بلسانه ولا يتدبره بقلبه ولا يتفكر فيه ولا يتأمله ولا يتفهم معانيه ولا يتعقله، فهذا يسميه العلماء بهجر التدبر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الهجر المحرم الثالث هجر العمل، بمعنى أنه يقرأ ولكن لا يحقق ما قرأه على صورة عمل، فلا يأتمر بأوامر القرآن ولا يترك زواجر القرآن ومناهيه، فلا يعمل بشيء من كتاب الله عز وجل، فهو مقصر في العمل. والأمر الرابع هجر التحاكم إليه، هجر التحاكم إليه بمعنى أن الولاة والحكام لا يجعلون القرآن مصدرا من مصادر الحكم والتحاكم. الأمر الرابع هجر الاستشفاء به. الأمر الخامس هجر الاستشفاء به، بمعنى أنه متى ما اعتل جسده لا يفكر أن يقرأ على نفسه الرقية الشرعية أو يقرأها على غيره، وإنما يفزع مباشرة إلى العلاج الطبي التجريبي ويترك العلاج بكتاب الله عز وجل. فإذا ما وقع الإنسان في شيء من هذه الأنواع الخمسة فإنه يعتبر داخلا في قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجر تلاوة وهجر تدبر وهجر عمل وهجر تحاكم وهجر استشفاء. وأنت لم تقع في شيء من ذلك إن شاء الله، وإنما بسبب حفظك للقرآن تقرأه عن ظهر قلب، فلا يعتبر ذلك من الهجر المحرم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب القراءة من المصحف لمن يحفظ كتاب الله عز وجل، فقراءتك عن ظهر قلب من غير نظر للمصحف أياما طويلة لا يعتبر هجرا للمصحف، والله أعلم.